لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. هل تعلم أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار من بين لغات الأرض ليكون بها كلامه الخالد الذي أعجز به من كان ومن سيأتي إلى قيام الساعة؟ ولا يكون هذا الإعجاز إلا لكون هذه اللغة تحتمل ثقل الكلام الإلهي وقوة الخطاب الرباني. هل تعلم أن من مزايا اللغة العربية كثرة مفرداتها؟ فمفرداتها الأصلية فقط تصل إلى 40 مليون كلمة، وحين توظيفها في الصرف فإنها تنتج أكثر من ذلك بكثير. هل تعلم أن اللغة العربية من أقوى وأثبت اللغات في العالم؟ ذلك بأن أصلها هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم محفوظ ألفاظه وكلماته، في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الثبات ينعكس فيه اللغة العربية. إذن اللغة العربية ستظل ثابتة إلى يوم القيامة. هل تعلم أن اللغة العربية تربط بين الشعوب المسلمة، فهي رعاء ثقافتها وهويتها؟ هل تعلم أن من مزايا اللغة العربية الأصوات ودلالاتها على المعاني، بمعنى أن يفهم معنى الكلمة بشكل عام أو دقيق من خلال الصوت فقط؟ فمثلا كلمات هرم وحرم، قلب وكلب، ألم وعلم، أمل وعمل، موج وموز. هل تعلم أن من مزايا اللغة العربية الترادف، وهو أن يدل عدد من الكلمات على نفس المعنى المراد؟ مثلا كلمة الأسد مرادفها الليل، الحسام أسامة، قسورة حيدر. هل تعلم أن من مزايا اللغة العربية الثبات الحر، فهي لغة منافسة وعالمية ولها مؤلفات كثيرة في مجالات عدة، وقد استطاعت أن تتكيف وتثبت في كل مكان وزمان؟ هل تعلم أن اللسان العربي هو اللسان الوحيد وأقوى الألسنة وأشدها قابلية في تعلم لغات الشعوب الأخرى بسهولة وبطلاقة؟ هل تعلم أن من مزايا اللغة العربية الفصاحة، وهي أن يخلو الكلام مما يشوبه من تنافر بالكلمات وضعف التأليف والتأقيد اللفظي؟ هل تعلم أن من مزايا اللغة العربية التخفيف، وهو أن أغلب المفردات في اللغة العربية أصلها ثلاثي، ثم يأتي الأصل الرباعي، ثم الخماسي على الترتيب في كثرة انتشاره في أصول المفردات العربية؟ لغة الغراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نوراً.